وسد البنجرة، يا ضبح الباب وسد البنجرة، البنجرة عليك يا ولدي. ما تشوف شر، ما تشوف شر يا ولد، ما تشوف شر يا محسن يا ولدي حبيبي. اشرب 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 يا ولد اشرب. دير بالك يبا، دير بالك على نفسك، دير بالك. الحمد لله يبا، كني احسن شويه. الحمد لله وشكر لله. خلاص يبا قومي بروح نامي، خلينا انا ومحسن بنقعد شوي. لا حبيبي، انا حاتي ولدي، حاشا ما حطيت راسي على المخده الا لما ولدي يحط رويسه على المخده وينام. ايه عاد ولدك كلش ما يحب المخده، مو الميدانيه ولا على البال يا يبا. اصلا انا من اشوف المخده اشخري على طول، لا احم ولا دستور. يا اكنك ما انت ابوك. انا على الفراش ثلاث اربع ساعات اتقلب اتقلب، عيون مبققه ابي النوم ادورها بالدفن ما احصلها. على قولة ام كلثوم، اتالف على قمر النار، على قمر النار على فراشي. خلصت السالفه؟ اي خلصت. هي طلابه. امشي ما امشي. لا مو هني، مو هني بفراشك. امشي مش كان اوديك تنام، اتالف على قمر النار. ايوه اتعلم ولا بالاشواق، واتقلب على قمر النار.
على قمرنا. صدق عاد انا والله اتعلم. وين النوم وين؟ بسم الله عليك يا يمه، استريح. الف سلام عليك. الله يسلمك يا الغاليه، يعطيك العافيه. ادري تعبتك معاي الغاليه، صج الجنه تحت اقدام الامهات. يا يمه لا تقول كذي، تعبك راحه، عاد انا شلتك ببطني 9 شهور وما تعبت، الحين بتعب وياك، افا عليك. يا بعد عمري يا يمه، ادري الحادث اللي صار لي طلع عليكم اغلى من بيع السوق. لا يا يمه لا، لا تقول كذي، حنا كلنا في محمل واحد، وانت ولدنا الوحيد وما لنا قناع عنك. يمه ها؟ وينه؟ وينه؟ منو خناه؟ شنو اللي وينه؟ ايش تبي تدور عليه؟ الراديو مالي يمه، انا ما اقدر انام الا اسمع في ام الكويت برنامج الغمنده. اوف الله يهداك، طيحت قلبي، ان شاء الله يمه ادور لك الراديو. وين راح يعني؟ ها؟ وين؟ ما لقيت يمه، ايش تراني عنك وين تحط اغراضك وين؟ كاهو كاهو ها حبيبي. هذا حبيبي الراديو مالي، نديمي تالي الليل، ما حد يونسني. حط راسك على راسي، لا تضيع مره ثانيه، اذا ضعت بشتري لك تليفون عشان نكلم بعض. عاد شوف عاد هذا نديمك اليوم، بس باكر عاد ليتك هذيك البنيه الحليوه. اي بتاخذ هالمكان بتاخذه منك، بس لا تستعيل على رزقك. تصبحين على خير يمه. وانت من اهل ما تبي شيء؟ صبحين على خير. وانت من اهل يا يمه. نومت العافيه يمه. صبحين على خير يمه. وانت من اهل. طفت الكهرباء يعني ما راح يشتغل. شلون انام الحين؟ ولدي محسن من عقب الحادث تغير مرة واحدة. يعني شلون؟ يعني مو هو محسن اللي نعرفه؟ أبدا مو محسن اللي نعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما يأكل ولا يشرب؟ ها أنا قلت لك الولد بغيبوبة، ما يأكل ما يشرب، هذا حكي عاد. مو أنت تقول الله يهديك، يعني الصبي مو بحالته الطبيعية، أنا قلت يمكن بعد ما يقدر يمشي، ما ياكل، ما يشرب، ما يقعد. وفيصل أنت عاد لا تقعد تعقد الأمور. الولد صار عنده حالة من النسيان. يقول كذي حالة من النسيان؟ يعني مثل ما تقول صار عنده مثل حالة اللاوعي. شنو يعني اللاوعي؟ يعني اللاوعي يعني وهو نايم يقوم يمشي يطبخ ياكل يقعد يسولف وهو نايم. وهو نايم؟ وهو نايم. كان زين انا مثله، هذا وناسه، يعني اقوم واكل واشرب واطبخ وانا ما ادري عن نفسي، وناسه هذه. فيصل تحمد ربك، تحمد ربك، هذا مرض مو لعبه. أنا آسف آسف، حقك علي. أختي شلونها؟ هلا أبو محسن، قواك الله. هلا أخ. وش فيك؟ شنك جاي من عند أخوي؟ إي والله خوش قاعدة، قعدنا سوالف. إيش عنده؟ إيش فيه؟ أبد يسأل يسأل عن صحة محسن ولدنا. خنت حيلي ولدي، عاد أنا كنت ناطرة يتخرج مني وزوجة مني، لكن عاد صار اللي صار. خلي أملك بالله قوي. ونعم بالله. أي أي تفائلي بالخير، الطب يتقدم كل يوم، يتقدم الطب وكل يوم تطلع أدوية جديدة، ها كل يوم يلقون علاج حق أمراض خطيرة. أي أكيد أكيد إن شاء الله عن قريب بيلقون دواء حق مرض ولدنا، أكيد، وبيرجع مثل أول وأحسن.
يا الله يا الله يا ربي تسمع مني يا رب وتشافيه وتشافي كل مريض دخيلك يا رب. والله يا حليمة الولد حسب ما قال لي أبوه مو ذاك الولد اللي نعرفه. هو إيش فيه بدلوه؟ لا هو لا تبدل ولا بدلوه. ها حيل شنو؟ هو تبدل تبديل ذاتي. توماتيك يعني؟ شنو يعني؟ شالوا منه شيء وحطوا شيء ثاني؟ أنت الحين مخك وين فيه؟ يا ربي مخي هني براسي بهالطاسة هذه. هو مخ كان هني نزل هني. وي سلام قولا من رب الرحيم. يعني مينون؟ لا يبا لا مينون ولا شيء. الولد قبل حادث لا نام يقوم من النوم زين ويمشي وهو نايم يمشي وهو نايم يبطل البيبان شبابيك ويطلع ويروح وياكل وهو ما يدري عن نفسه. وي لا يكون يقط روحه من البلكونة. لا لا تخافين اختي ام محسن حاسب بحساب كل شيء غرفته يم غرفته ما تفارقه ولا ثانية. هم بعد شيء يخوف افرض في يوم فتش الباب الخارجي وعلى ولا على الشارع الرئيسي ولا بأي ثاكسكس الويل اللي طاير اللهم يا كافي كعادتهم ويدعمه ويخليه هو والأرض واحد شو تسوون؟ لا حرام عليك ليش تفاولين على ولد أختي كذي؟ ولد أختي ما في إلا العافية. إيه مو تقول هو يمشي ونايم إيش درة؟ الله يهداك بس الله يهداك هو تو طالع من المستشفى صبري عليه شوي خليه يتأقلم على الحياة الجديدة اللي بيعيشها. إيه ما قلنا شيء أبو محسن بس ليه متى بتم كذي وحداني؟ وحداني؟ شلون وحداني؟ وحداني وأنا وأنت مجابلينه 24 ساعة؟ إيخو ما راح نجابل العمر كله. أنا قصدي ليه متى بيتم كذي من غير زوجة ولا عيال؟ أي زوجة أي عيال؟ يا معودة الحين هو لا يزال تحت العلاج. هاي أمه تبي شيء؟ نايم يمشي نايم. رايح المطبخ؟ خلنا أشوف إيش يبي. إيش يبي بعد؟ أكيد حلمان بطبخه وراح يطبخ. خلنا نلحق عليه قبل لا يسوي لنا حريجة في البيت. محسن محسن يمه ايش تبي؟ ماي ماي انا اجيب لك وقفني. ابي ماي. شايبك المطبخ يبا. ابي عيش. عيش؟ ايه عيش. هاك يمه هاك ماي. وينه؟ وين الماي؟ هاك. الحمد لله. مشكور يمه. يمه؟ ما يخالف ما يخالف. الله لا يبارك فيك يا دكتور اللي رخصته. خلنا نلحق نشوف. يعني انا مجبور يا هديل اقعد من الصبح واوديك الكليه. يبقى انت مو راضي تخليني اسوق سياره. شو حكيتك من هالاذيه؟ مو مساله مو راضي، انا راضي بس قلت لك انا قايل لك اول ما تاخذين الشهاده الجامعيه سوقي على راحتك. عيا لا تقولي مجبور وما مجبور، هذا اختيارك انت مو اختياري انا. حبيبتي انا كم بنت عندي؟ كم هذيل عندي؟ وحده. حاضر على امرك، اقعد بالليل، اقعد الصبح، اقعد الظهر، تحت امرك انا اوديك اي مكان، وتفضلي الحين اوديك الكليه. عسى الله يخليك ذخر يا رب. يلا حبيبتي. الحمد لله ان شاء الله الحين ببشرنا الدكتور بالبشاره الحلوه ايش ان انت وايد احسن من اول. يبا احنا وين رايحين؟ رايحين الطبيب يبا. هذا المكان حق شنو؟ حق مستشفى يبا مستشفى. ايه حق شنو مستشفى؟ مستشفى اللي نمت فيه 6 أشهر قبل ما صارت الحادث. ايه زين الطبيب يه. اذا رحنا له بيعالجك عن شنو؟ بعالجك انت مو انا. انا ما فيني شيء يبا، مشيتي زينه، اكلي زين، نومي زين. نومك زين ها؟ نومك زين؟ مو هاي البلوى نومك.
يعني بيعالج نومي ولا نومك؟ نومك نومي انا ما يجيني الا بالتفج. يلا 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 الطبيب مني. وين رايح؟ أبشر دكتور، شلون ولدنا؟ أبشرك، حالته مستقرة. مستقرة؟ يعني عداده فوق تحت شلون؟ لا لا، عداده هذا هو ما تغير. أفا، أبانا أحسن. وهو كذي أحسن، طالما ما يتلى أي مضاعفات ثانية. يعني هو زين ولا مو زين؟ إي نعم زين. عداده مضبوط ولا مو مضبوط؟ عدادة مضبوط 100%. جزاك الله خير، هذا اللي بقيت اسمعه أنا. بس أهم شيء إنكم ما تضايقونه ولا تزعلونه. زعله؟ مضايقه؟ إيش حقه؟ يبا أحد زعلك حبيبي؟ هلا يبا. يبا احد زعلك منه شيء؟ لا بالعكس يبا، بالعكس تعاملوني من احسن ما يكون. وانت ما قصرت وياي امس، طلبت منك ما جبت على طول شهاده منك. حل جبهه خذ شهاده منه هو. انا واثق من تعاملكم معايا ابو محسن. انا اللي اقصده الناس اللي برا ما تدري شنو المرض اللي فيه، اخاف يزعلونه يضايقونه مني. لا مني ولا منك افعلك، ضايقونه واحنا موجودين. احنا معاه 24 ساعة، معاه الايد بالايد. افا عليك يا اخوي، انت اكبر من هالشيء، تحط حالك حال هالسوالف. وبعد ريايل غير عن الحريم، هن الحريم اللي بغينا نطلع ساعتين نلبس. يا ميل لحية اللبس الحين بطيئة، بط فيها. الله اكبر، بتبخر ساعة الا ربع تبخر هدومها. بمشط راسي، تمشط راسها. تطلعني عند الباب ساعتين انا واقف اقولها يا مره بسرعه تحركي. هاب ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ شنو صاير بالدنيا؟ من قلب الدنيا خلني على راحتي. انت مو لبس عيال شنو بعد؟ عصبيه غير طبيعيه. العصبيه فيها غير طبيعيه، البيت كله يتكهرب. تصوري تتصلي فيني بالديوانية. ألو وينك فيه؟ شو تسوي قاعد؟ تسوالف بس؟ تحشون بالناس؟ ما تستحون؟ يا ايش دراك اني احش بالناس انا؟ زين خلينا الديوانية. ايش في بيت فلان ويا حرمته متهاوشين؟ شاكو وانت في بو فلان ويا حرمته؟ خليهم يتهاوشون؟ لا عيب كذي. بنته بالجامعة تتصل فيها. وينك فيه؟ تقول لها يمه انا بالمحاضره يمه. وطي صوتك. ها وش حق اوطي صوتي؟ ليش انا ما عندي لسان انا؟ يا بنت الحلال عمي يا يمه الله يخليك واللي يرحم والدك. تقول لها يلا بسرعه تعالي، شنو هالمحاضره الطويله هذه 3 ساعات؟ يلا بسرعه تعالي. وتطلعها من المحاضره. ما يخالف يا اخوي، انت طول بالك وهد اعصابك، بعد الكبر شين؟ انت عارف بعد المره كم صك عمرها الحين؟ فوق 50؟ اي 50 يا نيتي انت؟ انقلب العداد عندها. اي نعم انا اكبر منها ب5. لا هي اكبر مني ب8 سنوات. لا نعم. يمه خير هويتي؟ ايه نادية شلونك؟ بخير خالتي الله يسلمك. يمه شيتي فيه؟ سيارة نادية. اي نادية انت عندك سيارة؟ اي خالتي عندي سيارة. زين ومن هو اللي يسوق انت؟ اي اكيد انا اسوق. تسوق صار لها 4 سنين. 4 سنين؟ لا كدينا خير. يمه الله يخليك، قولي حق ابو ياخذ لي سيارة. تو الناس بعدين لي تخرجتي. خالتي ما فيها شيء، كل البنات عندنا بالجامعة رايحين رادين بسياراتهم الا هدي.
أقول أنت مشكورة وما قصرتي على التوصيلة. أسوي لك شاي؟ لا يما، أسوي لها عصير. إيه ما يخالف، عذريني الله يخليك. لا ما أنا داعي يا هديل تعتذرين، أنا عارفة وفاهمة كل شيء. شرب أنت العصير يا بنت خالتي على ذنك. إنزين بقول لك، لا تنسين المسا تمرين عليه عشان راجع محاضرة اليوم. إن شاء الله على السبع أكون عندك. حياك الله، مع السلامة. إنزين وما قال لك الطبيب إيش ياكل؟ شي يوزله من الأكل شي اللي ما يوزله؟ الله يهداك، إيش ياكل وإيش يوزله من الأكل وإيش ما يوزله؟ ليش؟ هو حامل ولا يتنسى؟ يا ربي، وأنت يا يما إيش قال لك الطبيب تاكل؟ إيش دراني؟ شلون إيش دراك؟ مو في أكل يوقف على كبدك، وفي أكل يخليك ما تنام تسهر. في أكل يقعد على كبدك، في أكل ما يخليك تنام تسهر. ها. انت دام عارفه الاكل اللي سهر والاكل اللي يقعد على الكبد، واكلي الاكل الزين اللي يصلح له اللي لا يسهر ولا يقعد على الكبد. اي مو ما اقدر، لان الاكلات هذه ممكن يكون فيها فيتامينات تحتاجها جسمه. تدرين انت سالفتك شلون صارت؟ شلون صارت؟ مثل سالفه جحا ولده وحماره. هلا يبا. وش فيهم جحا وولده وحماره؟ سلمت الله، جحا ركب على حماره وخلى ولده يمشي وراه. مر على ناس قالوا والله الشايب هذا ما في قلب الرحمة، الحين تركب انت فوق الحمار وتخلي ولدك يمشي وراك؟ سمعهم جحا، حذر من الحمار وركب ولده على الحمار ومشى هو وراهم. مر على ناس قالوا والله الولد هذا ما في قلب الرحمة، الحين ابوك هالشايب وخليه يمشي وانت راكب فوق الحمار. سمعهم جحا، قال حق ولده خلك يبا، وركبوا اثنينهم فوق الحمار ومشوا. مروا على ناس قالوا والله ما في قلوبهم رحمه، الحين انتوا ريالين كل واحد شكبره راكبين على هالحمير كقطعين ضاره، ما يصير حرام. سمعهم جحا، حدروا اثنينهم وخلوا الحمار يمشي خلو وهم يمشون وراه. مروا على ناس قالوا الحين انتوا ريالين قاعدين تمشون على الارض وخلين الحمار بدل ما تركبونه يمشي عرو. قالوا شو يسوون؟ قاموا اثنينهم وشالوا الحمار فوق ظهورهم ومشوا. مروا على ناس ماتوا من الضحك عليهم، قالوا انت الحين بدل ما تركبون الحمار تشيلون الحمار؟ والله خبول. خلصت السالفة؟ اي خلصت، اي خلصت بابا، اي سالفة خلصت خلاص. نضحك. ما فهم ولا شيء من القصة. انا افهمك، ابوي جحا وانا ولده. ومنو الحمار؟ فكرت في كلامك اللي قلتي لي اياه اليوم الصبح. اي كلام؟ مو انتي قلتي اذا ابوي ولي امري عمري ما راح اقدر اسوق سياره؟ صح، وانا صادقه. شش قصري حسك، ابوي للحين قاعد اخاف يسمع سوالفنا. ايش دعوه لهالدرجه تخافين منه؟ ما شفتي شيء عيل، اذا ما اخاف من ابوي من منه اخاف؟ الله يهداك بس يا ناديه. زين ايش بتسوين الحين؟ ايش بسوي؟ لازم تستعيلين بزواجك. إيش حقه؟ عشان يصير ريلج هو اللي مسؤول عنك، واللي بياخذك لازم تشرطين عليه يخليك تسوقين. خوش فكرة، بس يا ترى منو هذا اللي بتنفتح لي أبواب السعادة على إيده؟ أنت. أنا؟ إيه أنت، هو إيش فيك مصدق؟ يما واللي يرحم والديك انا ما ابي اتزوج، انسي سالفه الزواج. هو ايش حقه؟ ايش ناقصك ما شاء الله عليك؟ شو العيب اللي فيك والله؟ زين والنوم اللي انا وانا ماشي شنو هذا؟ عاد هذه سالفه الله يهدى، هذه محلوله يا يما مقدور عليها. لا لا مو مقدور عليها، انت اصلا خلاص مصممه اني انا لازم اتزوج. وشون بالله ما اصمم؟ انا يا يما منى عيني اشوفك معرس، بس انت اشر قول على اي وحده ولا انا اجيب لك احسن عروس واسوي لك عرس لا صار ولا استوى في الديره.
يمه واللي يرحم والديك سكري الموضوع. زين اسمعني، ايش رايك في هديل؟ هديل؟ واه يا ربي بعد لا تقول هديل وما تعرفه، بعد رابيه وياك. هديلو خوش بنيه وفقيره ومنا وفينا، مو انت خايف من سالفه المشي في النوم؟ خلاص هي اكيد بتستر علينا وما بتفضحنا ولا بتفضح نفسها. ايش قلت؟ ها؟ خلاص انت فكر ورد علي. هديل ها؟ هديل الله يهداك ان شاء الله. الله يقطع شرك. سمعتني من الضحك. انا اصلا تخصص حريم، انا اسال عني الديره كلها يقول لك فلان تخصص حريم. ودام انك تخصص حريم احب اقول لك ترى انا جاي علشان بنتك هديل. قالت لي ام محسن كل شيء. شنو قالت لك؟ قالت لي تبي هديل حق محسن. ها والله ايش حق دازيني انا؟ انت غشيم انت، الحريم يسوون كل شيء وبعدين يا روحوا يا الريايل، روحوا تقابلوا سووا شيء بس. ها والله يعني انا جايك من شاشة زفر وانا بعد من شاشة زفر. يعني من شاشة زفر مقابل من شاشة زفر. محسن يما اشوفك قاعد ما نمت. اي أيوة والله يما ما ياني نوم. هسه ما شر، ايش فيك؟ الشر ما يجي بس قاعد افكر بالزواج. وي ليكون هونت؟ لا ايش فيك الله يهداك خرعتيني ما هونت. حسبالي بعد الشيطان قص عليك وقال لك هون. لا لا ما قال لي شيء، بس انا قاعد افكر بالزواج وفي شيء مهم بالنسبه للزواج. شنو بعد؟ يما يما واللي يرحم والديك ما بيعرس. نعم؟ ايش تبي عيل؟ ابي طال عمرك حفله خفيفه بيني وبين خالاتي وعماتي، وما نبي نعزم فلان وعلان وبوفيه وفرقه بلال الشامي ودعوات ام علي وام جاسم، نبي شيء بيننا بعد عمري، وصدقيني الزعلان اكثر من اللي راضي. يعني تعتقد هذا هو السبب؟ الزعلان أكثر من راضي عليانا هالحكي ولا أكو سبب ثاني؟ ماكو سبب ثاني. تدرين يا الغالية أن ولدك محسن ينام وهو يمشي، يقعد فجأة يمشي فجأة، فتكفين ما بيطقطقة وعوار الراس. يا ربي يا يمه شي فكني من حليمة أم هديل، هذه لسانها يلو طدانها، شي فكني منها ما بترضى يا يمه. يمه واللي يرحم والديك حاولي، لان باكر اذا سويت عرس بيصوروني وبيحطوني بالانستغرام وراح انفضح يا يمه. ترضين ولدك ينفضح باكر؟ خلاص خلاص يا يمه، ما اعرف ايش اقول لك، ما ادري ايش بسوي. انت حين نام من اصبح افلح. الله يعيني. انت شلون توافقهم ان نسوي العرس بالخش والدس؟ ليش مسوين احنا جريمه ولا بنتي بعايره ولا هي عقب ريل؟ لا لا مو هذا القصد، بس هو يعني خايف من الناس. هو شي خاف منه؟ شو مسوي هو؟ مسوي شيء؟ علمني. لا مو مسوي شيء، بس انت عارفه وضعه الصحي ولما الحين ياخذ علاج. وخير يا طير، كل الناس تعالج ويروحون المستوصفات والمستشفيات وتشلاس متلتله من الادويه، ما فيها شيء، انا واحده منهم. والله عاد هذا هو شرطه، الرجال يقول انا ما ابي اصير مسخره حق الناس. شنو؟ مسخره؟ يعني لانه بياخذ بنتي بيصير مسخره حق الناس؟ ليش؟ العيب في بنتي؟ لا يبا لا يبا، العيب مو في بنتك، العيب فيه هو، وانت تدرين يمشي وهو نايم. والله عاد هذا مو عذر، كيف يتصرف؟ سمعيني زين، احنا شرطنا عليهم بما فيه الكفايه، وبنتك هم بعد
شرطت عليهم ووافقوا على كل شروطنا. الحين لما شرطوا في شرط واحد نوقف عظم ببلعومهم. سمعينا زين، الزواج راح يتم وبشروطهم بعد. والله خوش، زواج بيتم وبشروطهم بعد. ليش؟ بنتي عيوز ولا فيها عيب؟ شنها قمر تزوج سكيتي؟ لا طقطقة ولا شيء. أخرج أسألني وغرابك غيابك عين شوقي تبحني ودوب في الهوى سراري. هيا الأسمر يا زين يا منى الروح والعين. محسن حبيبي، محسن حبيبي، مالت على حظي أنا هذه أول ليلة في عرسي كذي. منو؟ منو؟ أنا خالتي. حياك الله خالتي. ويلي فشلة خالتي. شفتي محسن نايم؟ اي ما ادري ايش درج. مو انا سمعتك وانت تقعدينه، هذا لي نام قولي له نومت العافيه. اي ادري بس يعني خالتي. ما يخالف يا يما، انا ادري ان ليله عرسكم بس يعني انت تحملي شوي، خيره في غيرها ان شاء الله. بس انا اوصيك على شيء. امري خالتي. يعني لازم تعرفين انه هو ساعات يعني كذي يكون نايم يقعد ويمشي ويروح ويجي وهو نايم. شنو يعني يمشي ويقعد ويروح وهو نايم؟ يعني حالته خطره؟ هولا بسم الله على ولادي لا خطره ولا شيء، عادي يعني. بس انت تحملي شوي، باكر تتعودين عليه. ما يخالف يا امه. توصين على شيء؟ سلامتك. ايه الف مبروك. ان شاء الله منه المال ومنك العيال ان شاء الله. صبحين على خير يا امه. وانت من اهله. ان شاء الله تبكين عسى ما شر. ابكي على بنيتي خانت عيلي مكانش كبرى مبين ودارها خاليه ما فيها احد بعد عمري عمرها. يوبا يوبا بنيتي الحين على ذمه ريل راحت بيت ريلها. ريلها ما الا بيت قاعد مع امه وابوه بيتهم. وخير يا طير، من صغره وهو ساكن عند امه وابوه. وين تبين يسكن؟ بالفندق؟ لا بس أنا أقول يعني لهم أجر لشقة هني بهالمنطقة يمنع حال حال الشباب باللي أجرون وينطرون دورهم ليه ما يطلع لهم بيت الحكومة، بعدين الحكومة تعطيهم معاش أجار حق الشقة. الله، والأجار اللي تعطيهم الحكومة 150 دينار يحط فوقهم 300 وما يلقى شقة. وين تبينا يسكن؟ حصدته ساكن عند امه؟ لا يعني يسكن هني عندنا. نعم؟ يسكن هني عندنا؟ ليش؟ الحين هو مو ساكن بغرفته يوم هو عزوبي عند امه وابوه؟ بلى. عنده هلا. عيل ساكن بالشارع؟ اي ساكن بغرفته. خليه يسكن بغرفتها عند اهلها. لا والله. الاخت وايد متحررة. ايش فيك انت جنيتي انت؟ تبي الريال يجي يسكن هني عندي في البيت ويا بنتي وبالغرفه؟ ايش فيها مو ريلها على سنه الله ورسوله؟ ريلها هناك مو هني. وسمعيني زين عاده، سمعيني زين، ما بيش تجيبي لي طاريه بالمره، فهمتي؟ لا اهو ولا بنتي. وبيتهم بعيد، شي يودينا لهم وليه؟ شي يبالنا؟ بعيد بيتهم بقلعة وادرين. أبو محسن. يلا. أبو
وقت الفاكهة الحين. إيه. عاد تدري؟ أنت كلامك صحيح 100%. وأنا أيدك بس. بس شنو بعد؟ أنا أقول السيارة ضرورية حقهم اثنينهم. حق هديل علشان تروح الكلية وحق محسن علشان توديه وتجيبه من الطبيب. توديه الطبيب؟ هديل توديه الطبيب؟ وأنا رحت وين؟ إيه هديل توديه. لا أنت ولا أي واحد مستعد يقوم بالمهمة هذه. ماكو إلا هديل. هديل هي زوجته وهي معاه ليل ونهار. إيه يعني بس ما تعتقدين يعني إن السيارة ممكن إنها تلهي هديل عن دراستها؟ هذا نفس كلام أبوها. أنتوا يا الأبهات اللي صارت عندكم بنية تقيدونها بشتى أنواع القيود، كنا بتطير منكم إذا هديتوها بروحها. شوف عد، الإنسان اللي بقى دراسة ما في شيء يشغل عنها. عدل كلامك صحيح. عفية هاك. شباب انزل انزل صعدوا السيارة، الظاهر طافي ابو شباب. يا الغالي يا طيب يا الغالي صعدوا. ايش في صار؟ مش ما صار ابو احسن. لا قوم شوف ايش صاير برا. شنو صاير برا؟ اسمع هوشه، ما ادري شنو بالسكه. هوشه احنا شكو. شلون احنا شكو؟ يمكن صاير شيء يم بيتنا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا لا احنا مرتاحين بنومه ولا احنا مرتاحين بقعدة. ويه حين وقت الحكي، روح شوف بيس الله يهداك. يا ربي الله يستر. هديل محسن ولدي. نعم خير من حضرتك. انا ابوه. صبر خلوه. يبا الريال مستوي منتهي خالص. صعدوا الدورية صعدوه. لا يبا لا مو منتهي ولا شيء، هذا مريض يبا مريض، يمشي وهو نايم. خير عمي ايش صاير؟ طيب يا عبالهم مريض يمشي وهو نايم؟ ايه؟ شلون هدينا؟ لو واحد يدعمه ولا يخطفه ولا يطيح بحفرة منو المسؤول؟ ما يخالف ترى نايم هو. ايه معك حق ان شاء الله ما نخليه مرة ثانية. حاضر. وين ماخذه؟ عندك عنا تقرير طبي؟ عندك علاج لنشوفه ولا ترى بندير مخفر؟ عمي ياخذ علاج باستمرار هو، وعندي تقرير طبي في البيت عنه كامل. خلينا نشوف التقرير ونعرف اذا كان نايم ولا نايم. بس لا تهدونها معود، الحين اجيب لكم التقرير. انا تفضل. حاضر اجيب التقرير. تفضل. لا ينهد. خليك عنده ان شاء الله. عمي صدقني نايم. بنشوف الحين الوالد بيجيب التقرير وبنعرف. حياك الله نادية. الله يحييك. يا هلا ومسهلا. عليكم السلام. يا هلا حبيبتي. اهلا وسهلا. يا هلا فيك خالتي هذه نادية، رفيجتي في الجامعة. اهلا وسهلا فيك. ساعة المباركة. ساعتك. تفضلي. عاد ما شاء الله عليها هديل دائما نسولف عنك. الحمد لله. شلونك امه وشلون الدراسة؟ الحمد لله ماشيين خالتي. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمك. خالتي وين محسن؟ محسن نايم يشتغل بالكمبيوتر. اي صح عادي. زين نادية نطريني شوية بشوفه برجع ان شاء الله. يا هلا خالتي. عافية تعالي بليز. ايه ان شاء الله يمه. حاضر. حبيبتي ايش تشربين؟ شاي ان شاء الله. الحين يجي العصير. هذا نايم ويشتغل بالكمبيوتر، خالتي اقول لها شاي تقول لي بيبلك عصير.
انتي معقوله نايم؟ انتي الحين ولما رحتي بيتكم كان نايم؟ ايه بس توقعت في الحصه اللي رحت ورديت فيها يكون قاعد. انتي لما رحتي انا جيت وبطلت عليه الباب لقيت على هالقعده، يعني من رحتي ورديتي هذه قعدتها. قاعد يكتب وهذاك يرد، قاعد يسوون شاتينج. زين عيل شوفي منو هذا علشان نسأله. انت كلمت محسن؟ صبر شوية. هذا شكله مو من ديرتنا. يعني شنو مو من ديرتنا؟ يني لا قصدي من برا الكويت. يا سلام، يعني برا الكويت ماكو ينانوا؟ يا ربي انا ماني عارفه هالاوادم ايش صاير فيهم. بهالزمان حتى الاوادم صاروا ينانوا. على العموم خالتي لا تحاتين، انا خذيت الايميل ماله بشبك معاه بعدين وبساله. انت منو؟ ايه انا ما فهمت ايش قاعده تقولين يمه. هوي ماني مصدقة كل هذا وهو نايم يكتب بالمسنجر وهو نايم. تخيلي. لا مو صدق، أنا بعد كنت مثلك مو مصدقة، بس بعدين شفت بعيني وتأكدت. لا مو صدق. انزين شلون عنده القدره يكتب ويطبع ويجاوب ويركز ويتذكر وهو نايم وينزل صور ويسال ويسوي كل شيء وهو نايم؟ زين انا عندي فكره، ليش ما تودونا برنامج العجايب؟ يلا حد يلا ناديه، ريلي مو فرجه ولا تماشى. تبين الصج؟ اللي انا شايفتنا الاثنين. ناديه لو سمحتي، ريلي مريض وبيتشافى، مو من اصحاب القوى الخارقه. بس يا هديل اللي يسوي ريلك هذا الشيء فوق الخارق، هذا شيء عجيب وغريب. ان شاء الله باكر يلقون له علاج ويطيب. ان شاء الله، ولو اني خايفه عليك ما اتوقع صراحه. حبيبي شمعه الجلاد ولا كومن يصدع عنا غشيم الهوى ما داس. حلوة حلوة الأغنية. أي كل شيء جديد حلو. تأدينها وايد حلو. يعني صوتي حلو؟ إي والله. عاد من يشهد للعروس؟ إلا أقول لك العيال ناموا. إي الحمد لله ناموا. إيش الليلة مبكر؟ العادة هديل ما تنام إلا مخلصة كل المسلسلات اللي في محطات العالم. والله وأنت صدق، بس باكر عندها محاضرة مبكر تقول. محاضرة عندها. على طاري المسلسل، صار مسلسل انا ما شفت الحلقة. آخر شيء كان يوم الشرطة. أنا. وي هذه وين رايحة؟ هديل 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 وقفة يما، وين رايحة؟ بروح الجامعة. جامعة؟ جامعة هالحزة؟ الحق لبنية نايمة. نايمة؟ وي الحق عليها. هديل يما تعال. وين 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 الله يهداك، بس اصحي 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 ولا روحي دارك تنامين. امشي امشي روحي. يا ربي شو اسوي؟ وي بعد وي وي وقف هذا بعد. وانت وين رايح؟ رايح النادي. الحق عليه يا ربي. يا ود ولا منو؟ اطمنكم هديل ومحسن ما فيهم الا العافيه. الحمد لله. أنا وايد خايفة عليهم وحاطيهم يا دكتور. بس يا دكتور يعني شنو سالفة هالمشي وهم نايمين؟ لا تخافون، هذا مرض عادي ولا أعراض وإن شاء الله يزول. إن شاء الله. إن
شاء الله يزول. احنا نتمنى انه يزول. زين دكتور، هالمرض يعني معدي؟ اي نعم طبعا معدي. في الشر انا ابو محسن. انا اقول لك شو معدي يا ابو محسن، الحين لا ضحكت انت من قلب مو اللي حواليك كلهم يضحكون، واذا ثاوبتي مو الكل يتثاوب، واذا نمنا مو الكل ينام. عرفت الحين السبب يا ابو محسن؟